سهلها سهلها تسهيل سهلها تسهيل انهيار جدار برلين من أبرز الأحداث القرن الماضي اللي عملت ضجة كبيرة وأثرت في تاريخ ألمانيا ككل. أما علاش تبني هالجدار هذا وشنو حكايته؟ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الرايخ الألماني الثالث أو ما يعبر عنه بألمانيا النازية اللي كان يحكمها هتلر، تم تقسيم ألمانيا على أربعة ما بين كل من الاتحاد السوفيتي من جهة وفرنسا وأمريكا وبريطانيا من جهة أخرى. بما أنه كل واحدة من هالقوى العظمى عندها توجهات سياسية واقتصادية معينة، شيء اللي خلى ألمانيا بعد تولي زوز دول، جمهورية ألمانيا الديمقراطية اللي هي ألمانيا الشرقية من جهة اللي كانت محتلتها فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وجمهورية ألمانيا الغربية الاشتراكية من جهة أخرى واللي كانت محتلة الاتحاد السوفيتي. وقعدت برلين وقتها فترة من زمان كمنطقة مستقلة في عمق ألمانيا الشرقية، الشيء اللي ما يساعدهمش خاصة وأنه برلين منطقة حيوية بالنسبة لهم الزوز. وبالرغم من أنه العديد من سكان شرق برلين يقرأوا ويخدموا في الغرب، وكيف كيف برشا من سكان الغرب يقرأوا ويخدموا في الشرق، وزيد على هذا أنه قالوا راهي المنطقة الغربية من الغربية من برلين قريب تولي ولاية تابعة لألمانيا الغربية. دونك أعلنت ألمانيا الديمقراطية برلين الشرقية عاصمة لها، والظرفية هذه واتت مع طنبك الحرب الباردة بين القطب الاشتراكي والقطب الرأسمالي، الشيء اللي خلى الحكاية تكبر وعمقت الأزمة الاقتصادية على جانب الشرقي. وبالطبيعة وقتها الناس الكل دخلت في سباق التسلح شكون ياخو أكثر سلاح، والأدخل كبيرة هوني كونه قرابة 3 ملايين من ألمانيا الشرقية من الفئة المتعلمة حبوا يهاجروا ألمانيا الغربية، وزيد الحدود ما كانتش واضحة ياسر. هوني تقرر ألمانيا الشرقية إنها 13 أوت من عام 1961 وقت ما لقات بهاوين تصرف هم فلوس على حيط تقسم به برلين على اثنين، حيط طوله 155 كيلومتر منهم 43 ما بين الشمال والجنوب والباقي الكل ما بين برلين الشرقية والغربية، تكلف عليها دورة 400 مليار، حيط طوله 3 متر ومجهز بأبراج متعسة ودي بروجيكتور ويحرسوه برشا عسكر باش حتى حد ما يخمم يتعديه. معناها بعد ما كانت ألمانيا دولة واحدة وشعبها شعب واحد، تتقسم الدولة وكل مواطن يلقى روحه عايش في حبس كبير. بناء الحيط كان صعيب وتكلف ما تكلف، على عكس انهياره اللي كان فيسع فيسع وفجئي وبدون سابق انذار. هذا الكل صار نهار 9 نوفمبر من عام 1989 بعد بزلق غونتر تشابوفسكي عضو المكتب السياسي الموحد، وقال كلمة غالطة في مؤتمر صحفي كان يحكي فيها على الوثيقة اللي كانت في يده، وحسب السلطات تسمح للمواطنين الشرقيين بمغادرة البلاد ويمشيوا للجهة الغربية وقت ما يحبوا. عاد سألوا صحافي قالوا وقتاش تدخل الوثيقة هذي حيز التنفيذ؟ يا اخي جاوبوا قالوا بما معناه توا ما غير تأخير. دونك الغلطة هذي في عظم يقول 10 نوفمبر غول هو نهار غدوة، خرجوا الالاف من الشرقيين ومشيوا للجدار بالمطارق متاحهم كما ترى في ريل في التصويرة اللي وراك، والماتريال متاحهم هزوه وهدوا الحيط هذي. الشرطة والجيش قاعدوا يتفرجوا مش مفهموش حتى شي عملوا بالضبط، وهكا تد حيط قسم بيت أكثر من 28 سنة في رمشة عين.